تعتبر كنيسة القديس بطرس أو صياح الديك من أهم الكنائس المسيحية في الأرض المقدسة، وتوفر للحجاج فرصة لزيارة المكان الذي شهد واقعة إنكار بطرس لمعلمه 3 مرات. يعود هذا المزار إلى العصر البيزنطي، فالإمبراطورة إيدوكسيا كانت من أوائل المبادرين لبناء كنيسة في هذا المكان على أنقاض قصر قيافة، ثم دمرت وبنيت مرة أخرى على يد الصليبيين وهدمت مرة ثانية. وفي القرن 20 بنيت الكنيسة على الأنقاض التي عثر عليها في عام 1888 عندما أصبح الآباء الأسومبسيونيست أصحاب هذه الأرض. وتقع الكنيسة على إحدى التلال الشرقية لجبل صهيون، وهي غنية بما تضمه من أيقونات وأعمال فنية وفسيفساء غاية في الجمال، ويروي التاريخ حكاية مثيرة للدهشة عما عانته هذه الكنيسة إلى جانب معاناة يسوع. يأتي الحجاج إلى هذا المزار لإحياء ذكرى القبض على يسوع في الجسمانية وظهوره أمام السنهدرين ورئيس الكهنة قيافة، حيث ألقي به خلال الليل في حفرة عميقة تسمى حبس المسيح، وفوق هذا السجن بنى البيزنطيون هذه الكنيسة. ويعد هذا المكان الأكثر قداسة وأهمية في هذا المزار، فإلى جانب الكنيسة يوجد الدرج الذي صعد منه يسوع ويدعى الدرج المقدس. أقيمت الكنيسة الأولى على أنقاض كنيسة بيزنطية قديمة في منتصف القرن الخامس، ثم هدمت على يد الفرس عام 614، وأعيد بناؤها أكثر من مرة بعد هدمها عام 1009 خلال الحكم الفاطمي، وهدمت أيضا عام 1219 خلال الحكم العثماني. وأما البناء الحالي للكنيسة فقد انتهي من تشييده عام 1931. كنيسة صياح الديك أو كنيسة القديس بطرس هي من الكنائس البيزنطية اللي أقيمت في بداية الفترة البيزنطية، واللي هدمت سنة 614 بالهدم الساساني اللي هدم أغلب الكنائس في فلسطين. طبعا هذا المكان بقي بدون بناء كنسي لحد سنة 1924 لما وصلوا حجاج على المنطقة. وفي ساحة الكنيسة يوجد تمثال يرمز إلى إنكار بطرس ليسوع خلال استجوابه من قبل المرأة التي استطاعت أن تتعرف عليها، بينما يشير الديك الذهبي على صليب أسود في أعلى الكنيسة إلى نبوءة يسوع عما كان يدور في خلد بطرس يوم قال له قبل محاكمته: الحق أقول لك إنك في هذه الليلة قبل أن يصيح ديك تنكرني 3 مرات. في أعلى الكنيسة راح تشوفوا شعار الديك تذكير بالحدث التاريخي أو الديني اللي حدث في الموقع. كمان أيضا آلية اللي حافظ فيها في داخل البناء على بيت قيافة والقبو اللي يعتقد أنه تم حبس السيد المسيح هناك، أيضا آلية دمجه في البناء الحالي، آلية الحفاظ عليه أيضا هو شيء مميز، وهذه طبعا من الميزات اللي بيمتاز فيها برلوتشي، وبرلوتشي يعتبر من أفضل المهندسين اللي بنوا كنائس في فلسطين. ويضم المزار الكثير من الآثار كالسلم الحجرية الذي سار عليه يسوع في غمرة ألامه، وبيت قيافة الذي استجوب فيه المسيح بالقرب من السرداب أو الزنزانة التي قضى فيها يسوع ليلته الأخيرة قبل صلبه، فضلا عن غرف التخزين وبعض الأماكن التي كان يقيم فيها الحراس والخدم.